مساء الخير، اهلا بيكم. احمد باهر معاكم من شركة دوجز ايجيبت، مركز تدريب كلاب الامن والحراسة وتعديل السلوك، ومتخصصي انتاج سلالة الجيرمان شيبرد او الراعي الالماني في مصر والوطن العربي. النهاردة بنكمل سلسلة اجابة على سؤال طلبنا من حضراتكم ان انتوا تكتبوا اسئلتكم على الفيديوهات المحملة على القناة. احنا هنشوف السؤال وهنجهز فيديو صغير نجاوب حضرتك على السؤال ونفيد باقي المتابعين. جالنا سؤال من الأستاذة عبير غيث، أحد المتابعات المحترمات، بخصوص سلالة الراعي الألماني وبخصوص مشكلة انتصاب أذن الكلب أو وقوف أذن الجيرمان شيبرد. بتقول إنها عندها جرواية صغيرة، محددتش السن قد إيه بالظبط، قالت إن الأذن كانت منتصبة منذ شهرين تقريبا، وفوجئت إن في أذن من الاتنين حصل فيها يعني خذلان او ابتدت تقع او ابتدت ما توقفش بالشكل الصحيح، فبقت الكلبه يا عيني يعني اذن واقفه واذن للاسف غير منتصبه تماما، فطبعا شكلها ما بيبقاش كويس. فبتسال هو ايه المشكله وايه الحل، هل في علاج للموضوع ده؟ هنقول لكم الموضوع بمنتهى البساطه. طبعا من احد العوامل الاساسيه اللي بتحدد نقاء السلاله وبتحدد الشكل ومواصفات الكلب الراعي الألماني هي انتصاب أذن الكلب. في ثلاث عوامل بيتدخلوا في المشكلة دي. العامل الأول هو العامل الوراثي والعامل الجيني، يعني المفترض أن الأب والأم تكون الأذن بتاعتهم منتصبة عشان بيورثوا الصفة دي للجراء، فلازم تتأكد أن الأب والأم أذنهم منتصبة. زي البني آدمين، لو الأب والأم لونهم أسمر هيجيبوا ولاد سمر، لو الاب والام فاتحين ولونهم ابيض او قمحي هيعملوا نفس الحكايه. فنفس الحكايه بالنسبه في الكلاب، بتبقى صفه بتنتقل جينيا ووراثيا للجراء الصغيرين. تمام، يبقى احنا اتاكدنا ان الاب والام سلام. طيب النقطه الثانيه بتتحكم في انتصاب اذن الكلب، وهو العامل الغذائي والتغذيه العلاجيه او التغذيه الصحيه السليمه. يعني ايه؟ يعني الجرو مهم جدا ان هو يتغذى بشكل كويس، ياخد الوجبة بتاعته متكاملة، ياخد عدد مرات الغذاء اليومية او عدد الوجبات. قلنا قبل كده ان الجرو تحت الثلاث شهور ياكل اربع مرات يوميا، من ثلاث شهور لست شهور ياخد ثلاث وجبات، ومن الست شهور لغاية السنة ياخد وجبتين، وبعد السنة ممكن نعتمد على وجبة واحدة في اليوم، حاجة بنسميها الاوماد او وان ميل ادي. يبقى العامل الثاني هو عامل الاكل. هل الاكل بتاعي متزن ولا غير متزن؟ هل بركز ان انا اغذي الكلب بشكل صحيح ولا بملى بطنه باي حاجه وخلاص؟ وعشان كده دايما بنركز وبناكد نحاول نعتمد على دراي فود من شركات معتمده عالميه في تغذيه الجراء، خصوصا في اول ست شهور، احسن بكتير من الاعتماد على الفريش فود وبعض الناس اللي بتاكل هياكل او ايا كان. الكلام ده كله غير مفيد بشكل كبير، لان الشركات العالميه بتهتم ان الدراي فود او الحبايه الصغيره من الاكل فيها كل الانجريدينتس والعناصر الغذائيه والفيتامينز والاملاح اللي الكلب بيحتاجها في الفتره، خصوصا في فتره الصغر او فتره وهو لسه جرو، عشان اي مشكله في المواصفة او انتصاب الاذن او عدم اتزان الكلب في المشي او نقص في الكالسيوم، كل ده لو انا الاكل بتاعي مظبوط كل ده هيتحل باذن الله. ففي شركات اتكلمنا عليها قبل كده، دي اللي بننصح ان احنا نعتمد عليها لغاية ما الكلب يتم ست شهور. ولو عايز تستمر عليها طول حياتك اتس اوكي، عايز ان انت تدمج ما بين الدراي فود والفريش فود برضو ليك الحرية المطلقة. طيب العامل الثالث وهو العامل الحوادث. يعني ايه الحوادث؟ ان الكلب ممكن يكون تعرض لحادث، يعني كان عنده الاذن بتاعته منتصبة وزي الفل وحصل حادث. حادث دي يعني ايه؟ يعني احتك بكلب اخر، ضربه وعضه من ودانه فكسر الغضروف، تسبب في ان الودن دي نامت اتكسرت، او ان انا اطفالي بيقوموا ببعض الممارسات الخاطئة على طول، بيمسكوا الكلب من ودانه يطبطبوا عليه، دي برضو تعتبر من نوع من انواع الحوادث. يبقى اول حاجة لازم نتأكد منها ان العامل الجيني والوراثي سليم، ان الاب والام حضرتك شفتيهم او حضرتك شفتهم سلام ودانهم منتصب، خلصنا من المشكلة دي وما عندناش قلق فيها. المشكلة التانية اتأكد او اتأكدي ان انت بتأكل الكلب اكل في كل العناصر الغذائية اللي الجرو محتاجها في مرحلة النمو. النقطة الثالثة
اتأكد ان الكلب ما تعرضش لأي حادث، وتنبه على اطفال حضرتك اما نيجي نطبطب على الكلب، بالذات الراعي الالماني، ما نجيش ناحية ودانه خالص، لان الغضاريف بتبقى ضعيفة فمش مستحملة ان انا اقعد كل شوية اعمل له كده لغاية ما ودانه ايه تنام. فنخلي بالنا من الحاجات دي. طيب المشكلة الحالية اللي عندنا بمنتهى البساطة، مش معنى ان اذن الكلبة ريحت خصوصا انها اذن واحدة ان الكلب ودانه مش هتقف تاني. احنا اهم حاجة نهتم بشكل كبير جدا بتغذية الكلب، تحسين الحالة النفسية للكلب. هتقول لي الحالة النفسية تؤثر؟ اه تؤثر. تاني حاجة تعريض الكلب للاشعة الخاصة بالشمس لمدة نص ساعة يوميا عشان يستفيد بفيتامين دي. النقطة اللي بعد كده، وهي ان احنا ممكن نلجأ لبعض السبلمنت، بعض المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الكالسيوم، في شركة محترمة جدا اسمها شركة كانينا. الكلام ده المحاولات دي اللي هو الاكل وان انا اعرضه للشمس وان انا ما اخليش حد يطبطب عليه، طب افرض الكلام ده كله والكلب برضه ودنه ما وقفتش لغاية سن الخطر 4 شهور ونص لغاية اوائل الخمس شهور كده، انا ابتديت اقلق. اعمل ايه؟ لازم اتوجه للعيادة البيطرية وابتدي اركب اير سابورت او دعامات للاذن عشان تساعد الغضاريف انها تنمو بشكل مستقيم. ما تحاولش انت تعملها في بيتك عشان الكلب ما يطلعش ودن نايمة ودن واقفة يبقى شكله مش ظريف. حاول يعني اللي يعملها لك طبيب بيطري متخصص. يبقى احنا اول حاجة قلناها اهتم بغذاء الكلب، اعتمد على الدراي فود بنسبة من 90% لـ100% في اول 6 شهور، اديله سابلمنت لو الكلب مش بياكل كويس فياخد سابلمنت، يتعرض لأشعة الشمس، نمنع اولادنا ان هم يطبطبوا على اذن الكلب، ونمنع كمان الكلب ان هو يلعب مع اخواته من الكلاب او من كلاب من بتوع الجيران. يعني ابعد ده خالص، لان بمنتهى السهولة في شوية لعبة خفيفة تلاقي ودان الكلب اتكسرت. مرحلة عدم القلق قبل الـ4 شهور، يعني من سن الشهر ونص لغاية الـ4 شهور. 4 شهور ونص ما عندكش ما يقلقك او يعني دي يعمل لك قلق، طالما بتعمل الحاجات اللي بقول عليها دي، بتغذيه كويس وبتخرجه في الشمس، محتاجش طبعا بكلاب كبيرة عشان لسه مناعته ضعيفة، وبتديله سابلمنت لو هو في احتياج لكده. اقصد بالسابلمنت زي الكالسيوم او مقويات الاعصاب، ولكن في حالة لو انت شاكك ان انت الوجبة الغذائية غير متكاملة. انما انت لو بتأكل نوع دراي فود محترم انت مش محتاج خالص للسبلمنت عشان ما ترميش فلوسك في الارض. ابتداء من الـ4 شهور ونص اوائل الـ5 شهور يبتدي هاجز الخوف ان الكلب ده ممكن ودانه ما توقفش، فلازم اتدخل اجراء طبي اقوى، فتتوجه للفيت او العيادة البيطرية. يا دكتور الكيس 1 2 3 هيركب لك الدعامات عبارة عن فوم او فلين وبتضربت عليها زي البلاستر وبتمسك في بعض كده، يبقى عامل كده ويبقى بتفضل لمدة 20 يوم، ساعات بنسيبها لمدة شهر، وهيديك كمان كورس مقويات، ممكن يديك مثلا نيروفيت حاجات مقوية للأعصاب، فيتامين بي 12، كالسيوم، يديك حاجة اسمها كانينا جاج، ايا كان مالتي فيتامين عامة. ده كإجراء احتياطي مع الاكل الصحي ومع تعريض الكلب للشمس. المشكلة هتتحل والودان هتبقى واقفة، فحضرتك ما تقلقيش. اهم حاجة ان الكلب يكون لسه ما وصلش لسن الـ4 شهور ونص. زبطي اكله، عرضيه للشمس، ولادك ما يلعبوش في ودانه، ما يلعبش مع كلاب اخرى، اتأكد ان انت الاب والام اهالي الجرو اذانهم منتصبة ومفيش اي مشاكل وراثية او جينية. اسألوا يا جماعة، السؤال حلو لان احنا كلنا بنستفيد، انا بستفيد ان انا بسيرش على المعلومة وابتدي استرجع خبرتي في مجال تربية وتدريب الكلاب، وكمان حضراتكم بتستفيدوا، كلنا مع بعض بنوصل ان احنا نهيئ حياة صحية سليمة لأوفى الاصدقاء وهو الكلب. اكتبوا اسئلتكم على الفيديو، وياريت لو الفيديو ده كان مفيد لواحد من حضراتكم يعمل لايك، لان اللايك بينشر المعلومة. اليوتيوب فكرته في ايه؟ ان انت لو عجبك الفيديو فبتعمل لايك، فغيرك اللي بيدور على المعلومة يشوفها. اما حضرتك بتشوف الفيديو وخلاص مستفدت ومكسل تعمل اللايك، فغيرك للأسف ما بيشوفش المعلومة، فممكن يعيني مثلا زي الكيس بتاعت انتصاب الاذن ما ياخدش باله ويسيب الجرو لغاية ما يبقى سنه 6 شهور، يبقى انت ايه اللي لبست ذنبه عشان ما عملتش لايك على الفيديو. اسألونا النهاردة بإذن الله هيبقى فيه بس مباشر على قناتنا على التيك توك، تابعونا.
شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.